مشرحين او كميدي هاي حاط فرولة عطوش يعني مقعي سكار خالديني انا ديانو نيك اللي هذا حاشا شراء بقال ايه غيبت الباب وضح هذا اللي حلا قرن ميانا وحان كويري هادا كنديق بانو بلانا وكولاس غاضينا كنديق بانسو يستيقى مانتو بحالي يروح يتشوف هادا ماشي اللي هذا ماشي اللي هذا محجر كيرا بورك أيضا أنا حاسس لدوام يل بنان وحلا يعني كبر لنا وحاجة فيه يعني حافظة هدي أن إلى هاي وسنسيتشني حافظة هاي عروت يعني يعني سلاح جري ما حد شركينا واقع منه ما تشوفين سيدي أنا كوا قاني ورغم كواها حافظ دي بفضل الله سبحانه بس حد يدب خيال فولان دب خني فول وقرن كتابه ديسة ده كشعب كائن بفضل الله قرن نقول هو يدي نهو يدي بفضل حبيت سوري دي يعني ده نين اسمع علم كراه أصلا أنا لما قبنا كراه مرك وقحوا معي دتك عسوي حجاري شعبك إن أناو حقي خمس سنين إن مقالوا لي كرسي دنا بدنا نروح مريء وأنا أفكار تقولي بني بني على اسم ده بنت لنا أنا وما هذا وأفكار تقولي بتو إن أو معناها إن حقي الدستوري كه أنا أقحله إن تحسنا دي قبل اللي بيسو أما أنا حقي كه أما الدستور حاول لي هاي أما حرية قول كه قفر يستاهل كلامك الدولة دو مش شقيني إنه هذا حل اللي هي كرسي أيو كرسي ودك ما هاي إن وما أنت اللي لها يو إن كرسي وفريا يا ما سيد الدين اللي هي كرسي كرسي ودك أنا وقت بقى هذا معك ما أنا إني هبل وين رأي وانها وحي وين رأينا وواحد شرية أو ما قحرير هبل كوجا بنايا وحتى عادي كوجا بنايا حاجة عن الله هيدي أنا بنام عمر وبه كرينا أنا رجس قد ينكرين مركب عن الله يا شعب كرو أو تعصينا يا شعب ونكسن قلبي ونكسن الصوب حيمانتا ربيت بلدك يا ديال كورو يا ديال معها لغيب صدان دريك يا لغيب صدان مرك لكن ما يصدعين خسارة يمين مرة بعد يمرس دحاد بان وعد خسارة خسارة أقوحهم هاي قبل الله ديك لسان أمري يبان تان أمري لها غرد أمري بوساس أمري بران أمري بان تان يكوي انت قد حيسي بان تان أمري لها شعبك يانا وقت لغادان لها يسور تاقاس يا ديال كورو شعبك اللو قبضنا حاجة رقمها انت سان قسو كوبي يا رقنا وحان لي ورادي ee haajam haajarag ma hayo inta waatan kala wataay baanka inoo saaro habraha yaruurta laga dhaxsaar waxa ayaan daraa oo wax lala cajabaa kuwa mashruuxiinta sheeganaya in ay san meel kale oo ay qor sagaal dadka shacabka ahaa ee reer garowe in qor sagaal ku haya in masiirki reer garowe qabiil ahaan iyo deegaan ahaanba loogu gurtamayo amni darada lagu sameeyo jirnimada lagu sameeyo dadka lagu dhacayo cid gooyeyo kalu samaysanayo taasna waa ayaan dar aad waxaynaa masuuliyiinta gobolku inay wax ka qabtaan barajaynaa in uqaasha u dhalatay meesha ee magacooda sida loo garaafaynayo inay wax ka qabtaan barajaynaa ismada u dhashay meesha ee magacooda sida lagu dafturiyoonayo inay wax ka qabtaan barajaynaa in la dareemo garowe qiimaha ay u leedahay Soomaaliya barajaynaa إن الدرامو جروه قيمها أول هذا بنتلان تاسع مهم إن الدرامو ويل كده جري هدو درامي وياي مد أم بوش كأول بوش وصوره حال سو درامي ما قرري اسمه ده يوح قرط كي أوقاش وحن لا ما قال ده كشر غاية سيد أشري أنا وصار الحيدي هديك لا أنا ما أنت أدم روح كبي عيدا كيجا سائر أنا وصاري ماشى بقول كي بقول أنا ما قال أطرية أنا دجن أنا عربوتي ذي شوكتو أنا حبض وأقولين أنا جروه تشعل ayaan waxa soo dhan xadiiday een waxaan tignikay hubtayna waa arkiisay kuwa amerika maala waxa jirta aan ixtiraamayn oo caruur ka deganayn caruur baa ga degan baa rajaynaya waxaan ka hadlayna garto aad baad islaam ya jaw ni hooyada iftaar xabad ka soo ridayna de nin iska ma celin karo een asagana lama qaban karo ragana waxaan leeyahay wareede een haajam haajarag ma hayo inta waatan kala wataay baanka inoo saaro habraha caruurta waxa ayaan daraa oo wax lala cajabaa kuwa mashruuxiinta sheeganaya in ay san meel kale oo ay qor sagaal dadka shacabka ahaa ee reer garowe in qor sagaal ku haya magaalada
in masiirkii reer garowe qabiil ahaan iyo deegaan ahaanba loogu gurgurtamayo een amni darada lagu sameeynaayo jirnimada lagu sameeynaayo dadka lagu dhacayo jid gooyoyinka lagu sameeynaayo taasna waa ayaan dar aadu waa rajaynaya mas'uuliyiinta gobolka inay wax ka qabtaan rajaynaya een uqaasha u dhalatay meesha ee magacooda sida loo garaafaynaayo inay wax ka qabtaan rajaynaya isimada udhashay meesh ee magacooda saa lagu dafuturiyoonayo inay wax ka qabtaan waxa rajaynaya in la dareemo garowe qiimaha ay u leedahay Soomaaliya waxa rajaynaya in la dareemo garowe qiimaha u leedahay Puntland taas waa muhiim in la dareemo wiilka degani haduu dareemi waayo mid aan buush ka ool buush isugu dhaxool suu dareemayo magaalada isimada iyo wax garadka iyo qaasho waxan leeyahay magaaladan ka shaqeeya sidii ajirriyan uga saari lahayd haddii kale anuu maanta aad baan u xakameeyay ciidankayga een si ayra uga saaray meesha boqolkiiba boqol aanu magaalada u turaya anoo degan anoo carruurteyda joogto anoo xabad u ogolayn anoo garowe jacel ayaan waxaas u dhan xadiday een waxaan tigni ka yahay wataan waa arkiisay kuwa aan bari ka maalo waxa jirta aan ixtiraamayn oo carruur ka degan in carruur baa ka degan waa rajaynayaa waxaan ka hadlayaa la garto aad baan isalaamayaa jawaab